السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا، لان الناس بدأ ان هي تتعرض للاستغلال بشكل كبير جدا. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن ميعاد اختبارات نادي بيراميدز. اختبارات نادي بيراميدز هتبقى امتى بالظبط؟ فالفيديو ده هتكلم فيه على نقط مهمة جدا، لازم الناس تتابع الفيديو ده للاخر علشان في ناس كتير اتنصب عليها وفي ناس كتير اتعرض للاستغلال، فطبعا الناس تخلي بالها. طبعا بقى قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاع الفيسبوك هتلاقي اللينك في صندوق الوصف، تقدر تدخله دلوقتي علشان لو حبيت تتواصل معايا في اي حاجة يكون التواصل بتاعك ده من خلال الجروب. ندخل بقى في تفاصيل الفيديو على طول علشان ما نطولش عليكم. طبعا اختبارات نادي بيراميدز الموسم ده موسم 2021 تم تحديد ميعاد ليها مرتين اتنين قبل كده وتم الغاء المواعيد، وحاليا تم الغاء الاختبارات بشكل نهائي. مفيش اختبارات لنادي بيراميدز الموسم ده، لان خلاص طبعا كلنا عارفين ان الموسم الانديه بدات خلاص والانديه خلصت اختبارات والكلام ده. بس مش دي النقطه او مش ده المحتوى اللي انا طالع اقوله في الفيديو بتاع النهارده، لان 90% او 95% من الناس عرفت خلاص ان اختبارات نادي بيراميدز اتلغت، ودي طبعا حاجة عادية. النادي يلغي اختبارات، النادي يأجل، النادي يعمل اللي هو عايزه، دي حاجة ما فيهاش اي مشكلة اطلاقا. بس المشكلة او النقطة اللي انا طالع اتكلم فيها عشان احذر الناس منها، وهي ان كان في اقبال شديد جدا على اختبارات نادي بيراميدز، وده ادى فرصة للناس ان هي تضحك على الناس وتستغلهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتلاقي ناس بتقولك ان هي ممكن توديك نادي بيراميدز مقابل 30,000 و40,000 والكلام ده كله، هتسمع مبالغ كبيرة جدا. فطبعا انت تخلي بالك، لان في ناس تعرضت للنصب. طبعا اللعيبه يعني الناس اتعمل لها كارنيهات مضروبه، وكمان الناس النادي طلع كمان وكذب الموضوع ده وقال ان مفيش اي حاجه من الكلام ده، وحذر الناس من التعامل مع الاشخاص ديت. فاحنا بصفتنا اتكلمنا في موضوع اختبارات نادي بيراميدز، واول ناس كانت اتكلمت في الموضوع ده، فعشان كده واجب علينا ان احنا نطلع نحذر الناس علشان ما حدش يتعرض للاستغلال او النصب في اختبارات نادي بيراميدز. حاليا ما فيش اي اختبارات، حاليا القوائم خلاص في النادي يعني مقفوله، تقريبا مقفوله، وخلاص النادي بيبدا موسم جديد وخلاص كده ما فيش اي فرصه.